أولا يعني بعد ان ذي بد أود بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أخواني نواب الأمة أن أرحب بأسرة نادي النصر، مجلس إدارة رئيسا وأعضاء لمجلس الإدارة، أعضاء جمعية عمومية، جهاز فني وإداري، لاعبين، منتسبي، جماهير، كل أخواني أسرة نادي النصر أرحب فيهم في بيتهم في بيت الشعب، وأهنئهم على الفوز بهذه الكأس بعد مثل ما ذكروا 57 سنة لم تحصد فيها بطولة، فشيء جميل أن نحصل على يعني فريق شاب وفريق مجتهد وفريق نافس، يمكن كان ينقصها الحظ في العديد من البطولات السابقة، لكن أنا أعتقد كسر النحس والفوز ببطولة أمر في غاية الأهمية، ويجعل لدى اللاعبين ثقة في قدرتهم على تحقيق المزيد إن شاء الله من البطولات، لأن بغض النظر عن النادي اللي تشجعه والنادي اللي تحبه والنادي اللي ودك إنه يفوز، المنافسة دائما ترفع من مستوى الفني للأندية، وبالتالي يكون لها انعكاس على المنتخب الوطني، وبالتالي يزيد من فرص تقدمه في البطولات الخارجية والإقليمية. لذلك أعتقد أن التكريم واجب والتشجيع واجب، وإذا كان هناك أمور يعني خارجة عن إرادتي ولا لا لا أعلمها لم يحظوا بالتكريم الكافي، أعتقد واجبي كأخ لهم أن أساهم ولو بشيء بسيط من تكريمهم التكريم الذي يليق بهم، حتى يعرفوا بأن إنجازهم وفوزهم في هذه البطولة هناك من يشجعهم عليه ويحثهم على المزيد، ويتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق، وهو تكريم معنوي أكثر من ما هو مادي. مادي يعني يستاهلون حتى أكثر من ما قدم لهم، لكن مجرد إحساس اللاعبين أعتقد والأجهزة الإدارية والفنية ومجلس الإدارة بأن إنجازهم مقدر سيساهم في رفع معنوياتهم وتشجيعهم على تقديم المزيد من البطولات، وهذا بالنهاية كلهم عيالنا وشبابنا وفرحتهم من فرحتنا. فيعني سعيد جدا صراحة بما غمروني فيه من مشاعر، وسعيد جدا، وقلت لهم هذا واجب يعني ما يحتاج حتى أن يشكروني عليه، لكني سعيد بالالتقاء فيهم، شخصيات من زمان ما شفتها بسبب الانشغال، أبناء اللاعبين، أخواني أعضاء مجلس الإدارة، أخواننا الكبار أعضاء مجلس الأمة سابقين، وأشكرهم كلهم على يعني مشقة العناء والحضور إلى مجلس الأمة، لكن هذا شرف لنا. هناك مسؤولين موجودين الآن في الساحة الرياضية، نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق، أي أمر يحتاجونه من مجلس الأمة احنا لن نقصر يعني في أي شيء. العملية تحتاج إلى غربلة وإلى دعم أكثر وأقوى في شتى المجالات، وإلى حل المشاكل التي يعاني منها اللاعب الكويتي حتى تستطيع أن تأخذ من الأفضل. ما أعتقد أن مشكلتنا مشكلة مواهب، أعتقد أن مشكلتنا مشكلة توفير ما هو واجب ولازم لصقل هذه المواهب والعمل على استمرارها في المجال الرياضي حتى تصل إلى المنتخبات الوطنية وتمثل الكويت أفضل تمثيل. مثل ما قلت لك يعني هذا سؤال يحتاج إلى محاضرات وحلقات طويلة، لكن اليوم حنا نحتفي بأسرة نادي النصر ونبارك لهم إن شاء الله، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والسداد والمزيد من البطولات.